السلام عليكم أحبائي، كيف حالكم اليوم؟ أتمنى أن تكونوا بأحسن الأحوال. درسنا اليوم هو التربية الإسلامية. لدينا صورة جديدة وهي صورة العصر، وسنتكلم عن حسن المعاشرة بين الأصدقاء. قبل أن نبدأ يا أطفال، أريد أن أذكركم بصورة الهمزة التي طلبت منكم أن تحفظوها في المنزل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة، التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الآن يا أطفال، ننتقل لصورة العصر، وهي صورة قصيرة وسهلة الحفظ. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعيد، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الآن يا أحبائي، ننتقل لموضوعنا وهو حسن المعاشرة مع الأصدقاء. حسن المعاشرة مع الأصدقاء هو التعامل الجيد والحسن معهم. الكل لديه أصدقاء، أصدقاء في المدرسة، خارج المدرسة، أو أصدقاء من العائلة. السؤال الآن، كيف يجب علي أن أتعامل مع هؤلاء الأصدقاء؟ كيف يجب أن أتكلم معهم وأتصرف معهم؟ أولاً، يجب علي أن أتكلم معهم بأدب واحترام. إذا أخطأت، يجب أن أعتذر، فهذا يعبر عن حسن خلقي. ثانياً، لا يجب أن أكذب وأغش، فهذه صفات قبيحة. كما لا يجب علي أن أنادي أصدقائي بألقاب مضحكة، أي لا يجب علي أن أناديه باسم لا يحبه ويكرهه، فهذا فيه تحقير واستهزاء به. وإذا أخطأ صديقي في حقي واعتذر لي، هل علي أن أسامحه؟ نعم بالطبع، أسامحه إذا أخطأ واعتذر، بل وأنصحه إذا كان بحاجة للنصيحة. وصلنا أحبائي لنهاية درسنا لهذا اليوم. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم. أقول لكم، أستودعكم الله، إلى اللقاء.